قطع العين أكثر من نصف الطريق إلى مربع الذهب لكأس مصر في أبوظبي الإسلامي بفوزه ذهابا على النصر بملعبه بهدفين دون مقابل في انتظار مباراة الإياب على استاد هزاع بن زايد، كما ثأر الزعيم لخسارته الأولى في الموسم بهدف أمام النصر بالتحديد منذ أسبوعين في الجولة الخامسة للدوري. وسجل ثنائية العين عبد الكريم تراوري وماتياس بلاسيس ليؤكد العين عودته للطريق الصحيح بعد خسارة أولى أمام العميد في موسم حقق خلاله الفريق نتائج رائعة وأثبت رغبته في العودة إلى طريق البطولة.